مرحبا بكم في بنة البلاد مع الشيف كوثر. كما عودناكم في الحصص اللي سبقوا نجيب لكم أطباق من مناطق الجنوب، واليوم رانا جيناكم بأكلة تقليدية ويسموها شيشة مفلقة. نذكر مكونات: لحم، شيشة خشينة أو جان، طماطم مرابية، فلفل، فول، حلبة، فرماس، وسنينات ثوم كاملين وواحدين مدروسين، والرند في الأخير شوية طماطم تحب والدرسة. الفحات اللي عندنا: عندنا الفاح، عندنا الكروية، عندنا القنطس، وشوية فلفل أكحل. نبدأ على بركة الله. مناطق الجنوب تتميز بالأكلات نقولوا حنايا بارد في بارد. نعمروا البرمة بالماء ونطيشوا فيها، نحطوا فيها الحوايج نتاعها كل. كما يقولوا عندنا في البلاد نعمروا الماء للعروة للنص. نبدأ على بركة الله. الحم ماذا بيه يكون فيه شوية طرف شحم بزايد باش تجي مدومة وتجي بنينة بزايد. طماطم، الثوم المدروس وسنينات تاع الثوم، ورقة رند نخلوهم في الأخير، ما ننسوش الحلبة والفرماس ديما. إن شاء الله بديتوا تعودوا معايا على الطباق تاع الجنوب. بالفول واليابس، شوية طماطم تاع حب مش ياسر، كي بعد نرقلوها نشوفوها مش تسحق. حركوا لان منطقه المناطق تاعنا كل تاع الجنوب تميز بالاكلات الحمراء. شوي فاح او راس الحانوت معروف به هنا في شمال الجزائر، شوي قنطس، نستعملوه بكثره هنا في اكلاتنا لانه هو ينحي الزكام ويساعد يدفي في الشتاء. شايف الفلك؟ ما زودوش من الزيت لانك شفي البرمة تاعنا راهي فيها لدام، الشحمة راهي مدومة. الوقت الحالي مكثر من الناس عاد تعاني من الكوليسترول. نفس مكان العمل، زر الفلفل نكمل نديروه نحركوه. نستنوا البرمة تاعنا حتى تغلي، كي تغلي البرمة باش نلوحو لها الجاري تاعها. هذا وين نذكر الأخوات في المقادير: زوز حبات بيض، حليب، سميد، وزيت، وسكر. هنا المكيال اللي كيلت بيه هو الكاس، كاس سكر، كاس زيت، وكاس تاع حليب.
وزوز كيسان تاع سكر سميد احرش. والسكر هنا باش ندير لها الشربات. دائما عندنا في مكان العمل جبدو الفوي كما قلت الاخوات المكيال تاعنا هو الكاس. نحطها مليح تخليط باليد. ما نغفلوش على البرمة تاعنا كي تغلي باش نلوحو لها الجاري تاعها تشيش. زيت لازم نصبو زيت بشوي بشوي نخلطوها نضربوها مش بزايد حتى يتجانس الخليط معانا. نزيدولها الحليب ثاني بشوي بشوي المزيج تاعنا الخليط تاعنا تمزج. ما ننسوش الخميره باكي خميره والفاني. وهنا المكسرات اختياريه اللي حبت طرف لوز طرف كاوكاو ولا نواد كوكو كل واحد والذوق نتاعه. تعطيها بنة وقرمشة مليح. كما قلت الأخوات الكيال تاع السميد الخشن كاسين ولا كاسين شوي حتى يغفرنا الخليط هذا. صبوها كما قلنا سميد بشوي بشوي سميد الخشن حتى يخثر عندنا المزيج. ما نغفلوش على البرمه تاعنا باش كي تهزنا الغليه تاعها باش نلوحو لها الجاري هذا الخشن. نظفو مكان العمل بلا ما تنسوا الاخوات المكيال اللي قلنا عليه. نجيبو البلاطو باش نصبو فيه البسبوسة. شوي زيت ندهنو بيه البلاطو. ندهنو مليح طريق كل الأخوات تعرفها. ماذا به البلاطو دائما يكون مربع الشكل باش في التقطيع البسبوسه تكون جيده. نفرغ الخليط شوي بشوي كما راكي تشوف في الكثافه نتاعها. نقول احنا يا خاثر نوع الحساء. كما
كما تشوف الاخوات نصفه ما كنعمل. والفرن تاعنا راه كان ساخن بدرجة 180 درجة، نحطوها في الفرن للطيب حوالي 35 دقيقة 40 دقيقة حتى تاخذ اللون الذهبي. نرجع هنايا للشربات نتاعها، كل بسبوسة فيها شربات. كيلو زوز كيسان سكر، الكاس موجود في كل بيت باش كايل بيه الاخت. كيلتين تاع ماء، طريقة سهلة لكل أخوات بسيطة، نتمنى تجربوها. دائما البسبوسة نقيسوها بالكاس، اللي ما عندهاش ميزان ولا حاجة تقدر تسويها، ما تبقاش تستنى في ميزان أو حاجة. كما ناس بكري، ناس بكري مشوار حوايج ما عندهمش، وجدوا قاموا داروا حويجات سماع. حركوها حطوها طيب، كي تهز الغلية نحسبوا لها 10 دقائق ونطفوها، نديروا لها مغرفة ولا زوز تاع ماء زهرة. بلا ما ننسو البرمة تاعنا، البرمة تاعنا راهي هزت الغلية تاعها، يشوفها الواحد على الملح تاعها عن الطماطم. لحوه او مغسول الجاري، لازم يكون مغسول شيشتها. بلا ما ننسى شي حمص هنا، علاش راني درتها في الاخر هنا، راهو طابخ طايب الحمص، ونجي غير ما مشمخ تشماخ رانا نديروه من الاول. نصف مكان عمل، الشربات راهي طيب، الشيشه تاعنا راهي طيب، البسبوسه تاعنا راهي طيب في الكوشه. فاصل ان شاء الله ومن بعد نعودوا نشوفوا الاطباق نتاعنا واجده في صحن التقديم ان شاء الله. عدنا اليكم اخواني المشاهدين، الشيشه تاعنا راهي طابت، قبل ما نطفوا عليها نديروا لها شويه درسه. شوي دبشة مغسولة، فلفل حار اختياري كل واحد واش يحب، كاين اللي يحب الحار وكاين ما يحبش، وريقات رند، شوي زعتر، شوي مش ياسر بركا. بسم الله، هاي الشيشة تاعنا راهي وجدت.
نروحوا البسبوسه تاعنا راهي طابت. العسل تاعنا راهو طاب، ندو له نصف فنجان تاع ماء. اطباقنا مواجدين، البسبوسه وجدت، الشيشه الفلاقي راهي واجده. نتمنى راكم تبعتونا وشفتوها وتنال اعجابكم، والى اللقاء.